الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا مع هذا الكتاب العظيم مختصر السيرة النبوية لابن هشام، ومختصره الإمام محمد بن عبد الوهاب عليهم جميعا رحمة الله، في سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتوقف من الكلام عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قال المصنف: ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها، وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. وهذه الفضيلة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، خاصة بخديجة، ما نالتها امرأة غيرها، يعني ما في امرأة قرأ الله تعالى عليها السلام إلا خديجة. قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب. وأيضا هذه من البشريات العظيمة لها رضي الله عنها. وخديجة كما تقدم معنا هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي، وبالمناسبة هي عمة الزبير ابن العوام، لأن الزبير أبوه العوام ابن خويلد، العوام ابن خويلد ابن أسد، وهي عمة حكيم ابن حزام، لأن حكيم أبوه اسمه حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، فهي عمة الاثنين دول. طيب، قال: هي أول امرأة تزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عدد عليها حتى ماتت. وعاشت معه كم عاشت؟ ماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنوات. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر عمره كم؟ ثلاثة وخمسين، عمره 53 هاجر، وتزوجها كم؟ 53 لما نشيل منها 3 فضلت 50، وتزوجها عمره 25، إذا عاش معاه كم؟ 3 ايام تحسبوها؟ 25. طيب، بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ماتت تزوج سودة بنت زمعة. والمصنف ما ذكر في الكتاب ده خالص الأزواج بالترتيب، نحن نذكرهم بسرعة عشان تبقى المعلومة دي معانا أول ما تجي في أي قصة من القصص، يعني ذكر لواحدة منا إن نكون عارفينها. بعد خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. سودة يعني كبرت في السن وخافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، عشان كده وهبت يومها لعائشة، قالت له: بس أنا داير أكون يعني عندك
وحتى يوم مدايحة، فهي اللي وهبت يوم لعائشة وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نمرة ثلاثة حفصة، عفوا تزوج عائشة وهي البكرة الوحيدة من زوجاته، تزوج عائشة وتزوجها، العقد كان عمرها 6 سنوات كما قال ابن حجر، وأورد الأثر البخاري في الصحيح عمرها 6 سنوات، وبعد ذلك دخل عليها وهي ابنة 90. طيب، وقالوا فيها كلام كثير في المسألة ذاتها، ونحن حنجيب إن شاء الله قدام لما نجي لشيء من سيرتها. بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر ابن الخطاب، وعمر بن الخطاب أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، وتزوج ابنته حفصة، ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية الهلالية، زينب الهلالية لأنه عنده 2 زينب، زينب بنت جحش الأسدية وزينب بنت خزيمة الهلالية، دين 2 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زيانب 2. أما الأولى الهلالية بأول امرأة ماتت، والوحيدة اللي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد ما تزوجها بشهرين فقط. دي نمرة كم يا أخواننا؟ بعد بيه خديجة كده نمرة 5 مش كده؟ طيب، بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، ولاقانا أخوها قبل كده منو؟ عبد الله ابن أبي أمية في قصة موت أبي طالب، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وزوج له عمر رضي الله عنه، لأنه هو في الحساب زي ما نقوله هلنا في الحساب ود عمه، لأنها هي مخزومية، ولا هي من بني عدي، وهو عمر رضي الله عنه عدوي، فزوج عمر بعد وفاة أبي سلمة، ووفاة زوج عليه كانت فيه قصة عجيبة جدا، وكان رجلا تقيا ودينا ومحسنا لزوجته جدا، حتى لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يعني قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وقال لها ربنا بدلك خير، فقالت بس إيمانا بالله ورسوله، لكن في نفسها قالت ومن خير من أبي سلمة، فالزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا عوض وهو خير من أبي سلمة ومن الناس جميعا. طيب، بعدها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، ودي بنت عمته أميمة قابلتنا، عشان كده نحن لما نذكر العمات كلهم مع بعض، الأعمام الزوجات، بعدين ثاني بنقدر نربط المعلومات مع بعض. دي بنت عمته اللي اسمها منو؟ أميمة، عمته أميمة بنت عبد المطلب، وهي التي كانت تسامي عائشة، كانت صاحبة فضيلة، وتسامية يعني شو؟ يعني كانت ترتفع معها في المنزلة. طيب، وهي اللي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة من جواريه، عنده 4 جواري، واحدة من الجواري أهدت اليوم زينب. طيب، بعدها تزوج نمرة كم؟ 8، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، دي من بني المصطلق من اليمن، بعد غزوة بني المصطلق طلعت هي في السبايا، ولما طلعت في السبايا طلعت من نصيب
ثابت بن قيس بن شماس أو من نصيب ود عمه. ويعني هي قصة جميلة جدا، ونذكر منها حاجة بسيطة. لما طلعت من نصيب ثابت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على الكتاب، لأنه بكاتبوهم الصحابة كان عندهم إنه أي واحد من المماليك والموالي طلب الكتاب إنه يكاتبوه، يعني إذا عهد بخدمة معينة أو مبلغ معين عشان يكتبوه. فأسرت وأسر معها أكثر يعني من 100 أسير، بل 100 بيت من بني المصطلق، 100 بيت من أهلها. وجويرية هي بنت الحارث ابن أبي الضرار، والحارث أبو ودا سيد بني المصطلق، كانت بتسيد القبيلة كلها، وكانت من أجمل النساء. قالت عائشة رضي الله عنها، ودي من القصص اللطيفة اللي فيها يعني غيرة الصحابيات وفي نفس الوقت إنصاف ويعني جمال طبعهم. قالت كانت امرأة حلوة جميلة ما رآها أحد إلا أخذت بنفسه. ده كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت فوالله ما إن رأيتها عند باب حجرتي، ما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، قالت حتى كرهتها. طوالي كده أول ما شفتها قالت عند باب حجرتي، قالت كرهتها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيته، يعني من جمالها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا ابنة الحارث ابن أبي ضرار وابنة سيد قومي، وجئت أستعين بك على الكتاب. فقال أنا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال أقضي عنك الكتاب وأتزوجك. قالت قبلت. فقضى عنها الكتاب وتزوجها. فجاء أبوها، أبوها ما كان من الأسرى برضه، الحارث ابن أبي ضرار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خيرت ابنتك، خيرتها من أمرين، إما أن تختارني أنا أو تختاركم أنتم. فجاء الحارث إلى بنته قال لها إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. فقالت إني أختاره هو. قال والله لقد فضحتنا. فهو منتظرة تختاره عشان يسوق ويمشي بها. قالت له والله أنا اخترت النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد فضحتنا. ده أبوها. فبعد ذاك يعني أول ما يعني جعل عليها الحجاب وأخبر إنه تزوجها، أي بيت من بيوت في، كان 100 بيت من بيوت الصحابة فيهم أسرى من بني المصطلق. فقال الصحابة هؤلاء هم أصهار رسول الله، فأطلقوا جميع الأسرى كلهم فكوهم. سيدة عائشة قالت والله ما رأيت امرأة أبرك على قومها منها، فكوهم كلهم. وهذا من إنصاف السيدة عائشة رضي الله عنها، مع أنه أخذت الغيرة. بعدها تزوج أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان ابن حرب أخت معاوية. عشان كده إحنا لما نقول معاوية خال المؤمنين، ها، لأنه أخت شنو؟ هي أم المؤمنين. وبعدها تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب. صفية بنت حيي ابن أخطب، وحيي ابن أخطب من سادات اليهود، وهو حفيد لهارون أخي موسى عليه السلام. عشان كده قالوا عنها هي ابنة نبي وزوجة نبي رضي الله عنها. ثم تزوج آخر النساء ميمونة بنت الحارث الهلالية،
وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة. توفي ومعه كم؟ 9 نسوة، وكان يقسم الليلة لـ8 منهن عدا سودة. كل أولاده من خديجة إلا واحد إبراهيم، قلنا من منو؟ من مهلة. وماريا ليست من الزوجات، هي من جواري النبي صلى الله عليه وسلم، من الجواري. وعنده كان 4 جواري، ماريا وعنده ريحانة واللي وهبت له زينب وأخرى أصابها في السبي. دل 4 من الجواري تسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوان، قلنا خديجة ولدت له أولاده كلهم، وبحسب الترتيب اللي اختاره ابن القيم، كل واحد من المؤرخين بالمناسبة عنده قول في ترتيب الأبناء من حيث السن. الترتيب اللي اختاره ابن القيم، أكبرهم رقية، ودي زوجة من؟ زوجة عثمان ابن عفان. طيب، ورقية دي قبل عثمان كان تزوج عتبة ابن أبي لهب، عتبة ابن أبي لهب، وما دخل بها، ما دخل بها. وقبل كده ذكرنا القصة إنه أول ما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، أبوه قال له ما بتجتمع مع بنته تاني فطلقها. طيب، نمرة 2 حسب الترتيب زينب، نمرة 2 زينب، ورقية دي توفت في بدر. أما زينب عاشت لحد سنة 8 من الهجرة، سنة قبل الهجرة، سنة 8 عفوا من الهجرة، سنة 8 هجرية. زينب هي اللي كان متزوجة منو؟ متزوجة منو زينب؟ الربيع ابن أبي العاص وخالته، الربيع ابن أبي العاص. نمرة 3 أم كلثوم، أم كلثوم. طيب، أم كلثوم دي كان متزوجة عتيبة، ده اللي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات، عتيبة ابن أبي لهب، وبعديه تزوج منه عثمان ابن عفان. طيب، الوحيدة اللي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، الثلاثة ديل ماتوا في حياته، وأم كلثوم مات السنة 9، وزينب الوحيدة اللي خلفت غير فاطمة، اللي خلفت زينب، وبنتها اسمها منو؟ أمامة، أمامة. وأمامة ما خلفت، ماتت صغيرة ما خلفت، عشان كده الفقهاء قالوا انقطع نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق فاطمة. يعني بناته دي كلهم ما خلفوا إلا زينب، ولدت أمامة، وأمامة ماتت ولم تلد صغيرة. طيب، فاطمة رضي الله عنها أول الناس لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعده بـ6 أشهر، ماتت بعده بـ6 أشهر، وزوجها هو علي رضي الله عنه وعنها. طيب، كده احنا اخذنا معلومات يا اخواننا مهمه، عشان بعد ذاك ثاني لما نجي في ذكر اي واحد من الاولاد او الزوجات نقول حاجه من سيرته من غير ما نرجع الى العدد. قال: تحنثه في غار حراء، قال: ثم حبب اليه الخلاء والتعبد لربه. طيب، التعبد شنو؟ اللي كان يتعبد النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو التعبد؟ ما أنزل عليه شيء، لا صلاة ولا أيوة، التفكر، كان يتفكر في ملكوت السماوات والأرض. قال: يخلو بغار حراء يتعبد فيه، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك، وأنبته الله نباتا حسنا حتى كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا
وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأحفظهم لأمانة حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة المرضية. كل هذا قبل النبوة يا إخوان، كل هذا الشرف كان قبل النبوة. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي، كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام للأزلام، ده عند نوع النوع الميسر، ومن الرذائل والسفح وبداءة اللسان وكشف العورة، ولم يكن يطوف عريانا ولا يقف يوم عرفة بمزدلفة مع قومه، بل كان يقف بعرفة. إلى كلام طويل ذكره الذهبي في ترجمة سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل. طيب إخواننا، حدينا إن شاء الله الأمور دي كلها مفصلة قدام، ندخل في موضوعنا اليوم الأهم وهو بناء الكعبة. بناء الكعبة. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة قامت قريش في بناء الكعبة حين تضعضعت، يعني حين ضعفت الكعبة. قالوا واحد من ثلاثة أسباب أو ثلاثة أسباب أدت إلى ضعف الكعبة. السبب الأول قالوا أنها احترقت، لأنه جاءت امرأة عندهم بتطيب الكعبة، فجاءت شايلة الطيب بتاعها في مجمر، بالعكس المجمر المبخر يعني في المجمر، وبدأت تطيب في الكعبة فاحترقت. وقيل السبب الثاني أصابها السيل، الكعبة أصاب السيل فضعفت جدرانها. وقيل سرقت الكعبة، سرقوها، لأن الكعبة لما كانت مبنية عند الباب، طبعا الباب من الاتجاه الشرقي، باب الكعبة عند الباب في بير، البير ده كان يلقى فيه ما يهدى إلى الكعبة، أي زول جاي من قبيلة معينة يشيلوا ما يهدى إلى الكعبة بيرموه في البير ده. ومنها كان غزالا من ذهب، فقال يرموا زي جماعة البيت بياض التعبان ده غزال من ذهب كان جوا، فتلقوا جماعة حرامية كسروا وشالوا الغزال من ذهب، ودسوا عن واحد من أهل مكة اسمه دويك، تصدير ديك، تصدير بتاع الديك اسمه دويك، لما عنده في نهاية قبر وبقى يتعذر وكده. المهم يعني عزمت قريش على بناء الكعبة. نرجع لورا شوية، تذكروا في القصة بتاعت زوجة إبراهيم سارة لما كان حصل بينه وبين الملك ذاك القصة، وحاول يصليها وما قدر، وفي النهاية تركها وأهدى لها منه هاجر. لما أهدى لها هاجر، هاجر ولدت من؟ إسماعيل. فغارت سارة، فقام طوالي إبراهيم عليه السلام أبعد منها ووداه وين؟ أيوة، وداه إلى مكان الكعبة. لما وداه هناك، والأثر طويل ذكر المصنف هنا في البداية من كلام ابن عباس في البخاري، قالت: هاجر ترك معنا جرابا من تمر، وترك شنا من ماء. الشن اللي عرفوه القربة، بس جراب تمر وشن قربة بتاعت مر. طيب
فخرج منهم إبراهيم عليه السلام راجعا إلى سارة، فتبعته هاجر، قالت إلى من تكلنا، إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ خلينا هنا برانا، ما في أي زول. قالت وهو لا يكلمها كما قال ابن عباس، ما رد عليه. فكررت ثلاث مرات، في النهاية قالت له الله أمرك بهذا؟ ربنا قال لك أعمل كذا؟ فقال نعم. قالت إذن لا يضيعه. شوف التوحيد كيف. إذن قالت له لا يضيعه. معهم قربة موت، ترى بلا ولد لما يبقى راجل. وهي تعيش بقربة بتاعت موية وعايشة. طب قالت إذن لا يضيعنا. فمكثت تأكل التمر وتشرب من الماء وترضع ولدها حتى إذا نفد التمر والماء يعني صارت تبحث عن غوث. قال لقت أقرب جبل لها جبل الصفا، فصعدت جبل الصفا وصارت تنظر في الوادي، لقت بالعين ما شايف أحد. قالوا فرجعت كما قال ابن عباس، فرجعت إلى الغلام فإذا هو يتلبط أو يتلمز، يعني بقى بتقلب من شدة الجوع حتى نشق إلى الموت. نشق يعني شهد للموت. فجرت حتى صعدت جبل الموت ورفعت درعها عشان حد يشوفها، فما وجدت أحد. وصارت تجري من الصفا إلى المروة، ثم من المروة إلى الصفا. فلما أكملت سبع أشواط عادت إليه تنظر، وهي كانت بتجري منه عشان ما تشوفه يموت قدام عينها. قال ابن عباس وذلك سعي الناس بين الصفا والمروة، سبع أشواط سعد. قالوا ثم أو قال ثم سمعت صوتا، قالت أغث إن كان عندك خير، فإذا هو جبريل يحفر بعقبه، العقب ده آخر الكرة، هو بعقبه الأرض، فنبع الماء. فجاءت هاجر تجمع الماء وتملى في القربة بتاعتها وتحبس المنبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هذا، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة، لكن حبستها وبقت تملى في شنو؟ في القربة بتاعتها. فشربت وقال لها جبريل إن لله بيتا في هذا المكان سيبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. الله ما تضيعكم بل نعيش. فعاشت فترة حتى نزل بها قوم من جرهم، فرأوا طائرا عائفا. العائف معناه الطائر لما يهوم، يقوم في الهواء معناه في مويه هنا، فقالوا هنا ماء. فجاءوا الى هاجر يستشيروها، قولا ننزل عندك. قال ابن عباس وكانت تحب الانس، دائره ناس يانسوها شويه يقعدوا معاه في المكان ده كويس. قال وكانت تحب الانس فقبلت. قالت ولكن لا حق لكم في الماء، المويه دي حقتها ما حقتها كويس. وانطلق ابراهيم طبعا منها، قالوا لما خرج وغاب عنهم صار يدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم اني اسكنت من ذريتي
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. طيب المهم نزجوهم بين نزل عندها، فشب الغلام وأعجبهم وتعلم منهم العربية. ده السبب اللي خلى إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب، مع إنه ما عربي في الأصل، ما عرب، تعلم منهم العربية. فزوجوه امرأة منهم اسمها عمارة بنت سعد، زوجها لمنه؟ إسماعيل. وماتت هذا بعد ذلك أمه. فجاء إبراهيم عليه السلام في الوقت ذاك بعد ما ماتت هذا، ووجد إسماعيل قد ذهب وكان يرعى ماشيا ويصطاد، ده الأكل بتاعه. فسأل زوجته لما دخل عندها، سألها عن حالها وعن عيشتهم، قالت في جهد وشدة. تمام؟ فقال لها لما يرجع زوجك قولي له، أقرئي السلام وقولي له غير عتبة بيتك. كويس. لما رجع زوجها قالوا وجد ريح أبيه، شم ريح أبوه في البيت. قال هل زاركم من أحد؟ قالت نعم. قال فما قال لك؟ قالت سأل عن حالنا فقلت في جحد وشدة، تعبانين. ودحل النسوان الوحدة يعني إلا من رحم الله، النعمة اللي قدامه ما بيشوف، والخير الفية والعافية ورزقهم ماشي ماكلين حلال والحمد لله ومستورين. ما تقول كده، قول تقول لك نحن عايشين، نحن الدنيا دي شفنا فاشل غير الجوع والبشتنة، ما شفنا حاجة في الحياة دي. ها؟ فقال لي هل أوصاتي بشيء؟ قالت له نعم، أغريك السلام وقال لي غير عتبة بيتك. قال لي هذا أبي، ده أبوي الجد، وأمرني أن أطلقك فالحظي بأهلك. طلقها طوالي. ومن هنا يا أخواننا أول حاجة، شوف الزواج ده الوالدين ده تدون اعتبار فيه، ما تبقى أنت إنسان مطلع وطالع فوق رأس أبوك، أنت قريب جامعة ولد متفلهم ومتفلسف، وطبعا الحياة القديمة دي ما بتنفع والحاجة كده. بالمناسبة يعني أبوك في الغالب بيكون عنده نظرة أنت ما عندك، وقد يرشدك لأشياء تنفع أنت ما شايفها. فشوف هنا، وخاصة إن كان الأب صالحا. اسمع كلامك، عشان كده لما جاء ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تزوج امرأة يكرهها أبوه، أبو عمر بيكرهها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا تزوجت امرأة وأبوه ده بيكرهها مقبولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أطع أباك، طلقها. طلقها. خاصة إن كان الأب رشيدا في كلامه. طيب. قال له غير عتبة بيتك. الكلمة دي ابن حجر نقل فيها عن السهيلي كلام عجيب جدا. قال والمرأة شبهها بعتبة الباب، لأنها تحفظ الباب وتصون ما بداخله. الكلام ده يا اخوانا كلام عميق جدا. انت لو داير بيت مستور دخل لك مره جوه صالحه، وانت لو جبت لك مره على الاوصاف الجماليه، ناس حواجبين رقيقه
وممشوقة القامة وما عارف شنو كده حركات دي، انت ما صمت بيتك. ها؟ كانت لما كويس، امتى لما نمسك دي؟ كانت لما الاثنين انت محظوظ. امتى لما امسك البتاع دي؟ قال لي دي عتبت الباب. قال لي انا تصون ما بداخله. انت ذاتك تابع ليها بالمناسبه. وانت بتمشي قدام تبع لمرتك. والزول كان مرته سيئه حياته كلها بتتعترس. لانها ما بتعينك. ما بتعينك على الخير. كان ماشي تتعلم الا تنسرق منها تتدسى والجلابيه تلبسها برا. ها؟ والله جد. أكان داير ساي تنفق في سبيل الله إلا تتلبس منها. كانوا بيقول لك ده شنو؟ مودي وين؟ يا ناس تبقى بخيل وقدام الرجال ما عندك كلمة. كان داير تبيع لك حاجة ساي أو تقدر تبيعها. تقول لهم طيب دقيقة يا أخوانا أنا عندي شورة. الشورة دي ما بتنحرق بعدين. ده شنو ده؟ نهرة واحدة بتشكل فيها التلفزيون. قال لي غير عتبة بيتك. طلقها طوال وزوجها واحدة ثانية من دورهم برضو اسمها سامة بنت مهلهل ابن سعد. سامة بنت مهلهل ابن سعد أو جدة بنت مهلهل. المهم دي مرة صالح. إبراهيم عليه السلام عدى زمن ثاني جاوب. وكان بيزور طوال فيما ذكر ابن حجر لأنه في ناس جابوا سؤال قالوا اذا كان ابراهيم غاب منهم الغيبه دي كلها ما جاء الا بعد ما يتزوج ولده، كيف حصلت القصه بتاعت الاختبار الذبيح حصلت بكيف؟ اذا كان غايب منهم. ابن حجر جاب روايه قال كان يزورهم على البراق اللي هي البغل البراق او الفرس البراق، كان بيزورهم كل شهر يعني ما انقطع منهم. فجاء راجع ثاني ابوه فوجد المراه الثانيه الجديده سامه. قال لها اين زوجك؟ قالت ذهب يصطاد لنا. فقال كيف حالكم؟ قالت نحن في خير واثنت على الله سبحانه وتعالى. فقال لها اذا جاء زوجك فاقريه السلام ومريه فليثبت عتبه بيته. تخليه يثبتها لأن هذه عندها توحيد وعندها طمأنينة زاد برزق الله ما مرش الحاتة وما في خير. ها؟ قال لي ثبتها. قالت له أراك شعثا من السفر وكان شعره أبيض، هلا نزلت فأغسل رأسك وأدهنك. قلت له انزل عندنا دهنك وغسل. ماذا؟ ابو زوجها. فقال لها اني عهدت ان لا انزل لان هناك زوجته الغيره لا سمعة من الوقت ده. قالت فين مشيت؟ ما تنزل بس في محلك ده في رقبتك ما تنزل. ها؟ فقال لا انا ما بنزل في مكاني. فجاءت له بالمقام ده الحجر اللي كان بيبنوا بالكعبه، حيجينا في القصه بتاعت البنيان بعد شوي. فجاته فارتكز على الحجر برجله. قالوا ظهرت علامات رجله في شنو؟ في الحجر. عشان كده الموضع الناس اللي بيشوفوا هسه رجل ابراهيم دي كانت في الحدث هنا. وموطئ ابراهيم في الصخر ربة على قدميه حافيا غير ناعم. فسرحته ودهنته وانطلق راجعا. اول ما رجع زوجها قال هل جاءكم من احد؟ قالت نعم. قال فما امرك؟ ما اوصاك؟ قالت له وصاني اسلم عليك واقول لي. قال لي ثبت عتبه بيتك. قال انت عتبه البيت وامرني ان امسكك. قال لها لقد كنت علي كريمه وانت اليوم عندي اكرم. تقول لا كريمه من زمان والليله بعد اللي عملتي ده انت علي اكرم بعد سنه ابوي عليك. قالوا فولدت له 10 ذكور. اولاد رجال بس ولدت كم؟ ولدت 10.
فعاد إبراهيم عليه السلام فوجد إسماعيل قال له يا بني. ابن عباس قال فصنعوا ما يصنع الوالد بالولد، يعني دعانقوا وتسالموا كده. قال له إن الله أمرني أن أبني دارا بيتا في هذا المكان، المكان العالي ده، فأتعينني؟ قال نعم أعينك. فانطلقا إلى البيت، وأساس البيت وضعوا نبينا آدم عليه السلام. أبونا آدم هو شو؟ هو اللي وضع أساس البيت بالمناسبة. البيت الكعبة وبيت المقدس ذاك. بيت المقدس برضه وضع أساسه آدم عليه السلام. وبعديه جاء بناه داوود وأكمل سليمان. بناه داوود وأكمل سليمان. وهنا الوضع الأساس آدم برضو عليه السلام، أها، واللي بناه إبراهيم. بقى يبنوا في البيت بالحجارة رضمة، يعني خطوا الحجارة مع بعض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بقى يبنوا في البيت ويدعوا في ربنا. بالله أحوال نشوف يعني افتقار الأنبياء كيف. هم بيبنوا في بيت الله ويقول لك ربنا تقبل منا، ونحن هسه الواحد يسوي لي ادنى حاجه، ادنى شيء يعمل نفسه خلاص العابد لله والزاهد، تلقى كاتب لك حيله عامل فيها خلاص، يعني شوفوني يا الدنيا ما فيك الا انا ابن جلى وطلاع السنايا، متى اضع العمامه تعرفون انت عملت شو؟ دين بيبنوا في بيت الله، بيبنوا في بيت الله، بعد بقولوا شنو؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. شوف التواضع الاول. هسه ابوك الشيخ تلقى قاعد خاطي له كرسي، وما عمل شيء في الدنيا دي الا جاب لهم بدعه ذكر، ها، وطريقه ظبطها للجماعه، وخاطي كرعيه قدام بيجي بوسه في كرعيه، والواحد يجي ماشي ينزل الطاقيه والعمه ويبروك له. في شنو انت سويت شنو؟ سويت شنو انت اصلا؟ كويس؟ الله المستعان. لما ارتفع البناء ابراهيم عليه السلام بنى الكعبه 9 أذرع. الزراعه الواحده 9 أذرع من فوق. كويس؟ ولم يسقفها، ما عندها سقف. بس 9 أذرع قائمه، والباب في مكانه بذات ومقبل الشرق، والحجر الأسود جنب الباب، وبين الباب والحجر الأسود ده اسمه الملتزم، والركن اللي هنا اللي جنب الحجر ده ركن الحجر، والركن اللي منه طوال جنوبي ده اسمه الركن اليماني، لا اتجاه اليمن، ده الركن اليماني، والركنين التاليات ده اسمهم الركنين الشاميين. تمام؟ دي القواعد بتاعت ابراهيم عليه السلام. الان فيها نقيصه من قواعد ابراهيم، حنجي نوري سبب النقيصه. فيها نقيصه ما هي كامله. طيب بعد ذاك مر الزمن لحد ما جاء في زمن قريش، وقلنا جرى فيها السيل او احترقت او المهم دارين يبنوها لكن خايفين. ناس قريش كانوا خايفين. قالوا وكانت كما ذكر صاحب السيرة الشامية في الكعبة، جوا الكعبة كانت في حية كبيرة ثعبان، قالوا رأسه مثل يعني صغير المعزة زي رأس العتوت كده، في الحية راسه، وظهرها أسود وبطنها بيضاء، إذا اقترب أحد من الكعبة نشقت، بقت تشخر فيه بصوتها، إما بجلدها أو بخشومها، الناس بيخافوا منها. فعزمت قريش على بناء الكعبه، لازم نبنيها. ولكن هم خايفين. قالوا فجاء طائر فاخذ الحيه. شالوا فاتها، الحيه دي قاعده 500 سنه. في مكانها، مخوف الناس كلهم. فجاء طائر فاخذها، قالت قريش هذا اذن من الله لبناء الكعبه، عشان نكسرها.
قالوا معناه ده إذن، وبرضو خايفين ما قادرين يهبشوه. لحد ما قام كبير قريش أكبرهم سنا آنذاك اسمه الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو أمية، ده أبو خالد بن الوليد أبوه، وكان يسمى بعدل أو عدل قريش، بعدل قريش عادلة كلها براو قريش كلها بتجمع قروشها عشان تكسي الكعبة، هو بيكسيها براو، وكان شجاعا قال لهم أنا بكسر لهم، فبدأ يكسر، وهو ذاته بيقول يعني اللهم لا نريد إلا الخير كده، بدأ يكسر. قالوا وتربصت قريش به ثلاثا أو نحوها، يقول بعد لو كده كم يوم داري شو اللي بيحصل له فيه، كان حصل له حاجة بيجيفه، أكان ما حصل له شيء بواصله، فما حصل له أي شيء. فعزمت قريش إنه تبدأ طوالي في بناء الكعبة. طيب بعد ما بنوا قاموا تقاسموا كما ذكر هنا، قال فكانت إن قريش قال تجزأت الكعبة، فكان شق الكعبة لبني عبد مناف وزهرة، في شق لبني عبد مناف، وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضافت إليه، ومحل انضاف لبني عبد الدار. القصة دي جات من وين؟ كون يتقاسموها ده، وكون يتقاسموا البرنامج في مكة. أوريك القصة كلها جات من وين. زمان الكعبة دي بعد ما قلنا بناها إبراهيم عليه السلام أكان أمرها عند أولاد إسماعيل، لكن أخوال منه من جرهم غلبوا عليهم وأخذوا منهم أمر الكعبة، واستمر الموضوع ده عند جرهم زمن طويل، ذلك تفضلون باعتبارهم أخوان. بعد ذلك جو ناس اسمهم بني خزاعة، خزاعة بني بكر من خزاعة، بني بكر من خزاعة، وديل منهم واحد اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، ده أكبر مجرم في العرب، بجيك له ده عنده فصل براو، بس انتوا عارفوا انه ده من ياتون. خزاعة ديل بعد ما جرهم استولوا على أمر الكعبة جو شالوا منهم بني بكر من خزاعة، كويس، استلموا منهم وبقوا قايمين على أمر الكعبة زمن، ومنهم مجموعة يسمون بني صوفة، مش قبل كده جبنا سيرتهم، ديل مجارمة برضه، ديل ظلموا الناس في الكعبة واستحوذوا على كل شيء، حتى قالوا لهم انتوا ما بتخرجوا من عرفة، ما بينفر الناس من مزدلفة، عفوا ما بينفروا من مزدلفة إلا بأمر من صوفة، صوفة بيقول لهم لو ما اديناكم تعليمات زول بيتحرك معه، ده في الحج الناس ما بينفروا إلا يكونوا راجعين ناس صوفة يتحركوا، وكانوا شغالين إجرام. وذكروني بعدين حنجية في قضية اسمها الحمص، تعرفوا ذات العرب ده كان فيه الناس رباطة بس، فديل أجرموا وفسدوا. قصي ناسب اللي هم ناس خزاعة، ناسبهم أخذ منهم، قصي ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصي بعد ذاك حارب كل القاعدين دي صوفة وخزاعة كلهم، فهزمهم واستولى على أمر الكعبة، هزموا كلهم يستولى، وده أول واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم يلي أمر الكعبة من أجداد رأسا كده قصي. بعد ما استلم أمر الكعبة كانت عنده حاجة اسمها السقاية والرفادة والحجابة والندوة، كويس؟ ده كلهم في يده،
وبقى الموضوع كله عند قصي. طيب هل حصل انه قصي لما كبر عنده اولاده ثلاثه، واحد اسمه عبد الدار، واحد اسمه عبد مناف، ده يا كثير عبد مناف ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة. عبد العزة ده دجد ناس خديجة رضي الله عنها، مما تلقى بني أسد يلتقي لعبد العزة، واحد منهم بني أسد، ناس خديجة رضي الله عنها والزبير بن العوام كلهم كويس. وعبد الدار ده دجد ناس مصعب بن عمير لليوم علينا ده، مفتاح الكعب عندهم لليلة، بنو شيبة ده من بني عبد الدار. والثالث عبد مناف، بعد ذاك اختصموا ديال ذاته بعد ما مات ابوهم قصي، اختصموا الثلاثة دين. فبنو عبد مناف كان رئيسهم عبد شمس ابن عبد مناف، وده اخو هاشم، وتومه تومه عديل توم هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الامر عنده. فديل قاموا جهزوا تمام للحرب، وعندهم جفنة بتاع الطيب دخلوا يدهم فيها، كلهم سموهم المطيبين، يعني تعاهدوا على الحرب. وديلات برضو اجتمعوا ويتحالفوا، سموها الأحلاف، بقى الأمر بين الأحلاف وبين منو؟ وبين المطيبين. أبو طالب قال: شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياغل، فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما، ولا حالفوا إلا شرار القبائل، بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرابل، بني أمة محبوبة هندكية، بني جمح عبيد قيس بن عاقل. دين المطيبين معهم بني المطلب، بني عبد المناف كلهم، ودلك خلاص دول ناس حرب. ايوه بعد ذاك عملوا صلح بيناتهم، اتقاسموا الشغل. بقت السقايه، السقايه والرفاده، الاكل والشراب عند بني عبد مناف. ودي نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ماسك العباس الى يوم الناس هذا. وبني عبد الدار بقت عندهم الحجابه والندوة واسمها شنو ثاني؟ الحجابة والندوة، السقاية عندك واللواء، الحجابة، الحجابة مقصود بها شنو؟ المفتاح بتاع الكعبة، والندوة دار الندوة واللواء. شكل النبي صلى الله عليه وسلم ليه يوم الغزوات كان اللواء مصعب بن عمير، كان بيديه اللواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا ياخذه منهم، يعني الحجاب المفتاح، الا ظالم. ما في زول يشيلوا من بني شيبه اللي هم من بني عبد الدار، رجعوا لهم ثاني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الاسلام كويس. ف ديلك شكل ابو طالب قال: وكان لنا حوض السقايه فيهم ونحن الهدى من غالب والكواهل. دل عندهم الاكل والشراب. طيب دل بقى عندهم حتى دار الندوه دي شنو؟ الندوه اصلا من الندى والمنتدى، ده مكان تجمع الناس اللي بيفروا ويجوا راجعين. ودار الندوه دي دار قصي، دي بيت اشترى قصي بن كلاب وجعلوا نادي بيتلموا فيه ناس قريش، لحد ما انتقل جل اولاده من بعده، اخر من كان عنده حكيم بن حزام. وبعد ذاك حكيم بن حزام باعه ب 100,000 درهم، قروش بسيطه. فقام ولده قال له: يا ابتاه قد بعت مكرمه قريش. تبيع مكرمه قريش يا اخي دار الندوه؟ قال له: يا بني لقد ذهبت المكارم الا التقى. مكارم بتاع الزمان دي قال تحت. فباع بدنانير في زمن او دراهم في زمن معاويه رضي الله عنه، واشترى معاويه وبقى بيت الامام. طيب المهم
الناس دي اتقاسموا بيقوا متقسمين، أي واحد عنده حتة بيبنيها، فبنوا لحد ما بلغوا المكان بتاع الحجر، فقالوا منو بيرفع الحجر؟ طبعا ده شرف، ترفع الحجر ده شرف. فلما اختلفوا فيه وكادوا أن يقتتلوا، جاءوا طوالي واحد، والصحيح انه الوليد ابو خالد بن الوليد اللي ذكرنا اسمه بين الوليد ابن المغيره ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم المخزومي، فلازال جاء الحمد لله. قلنا قال لهم عبد الله او الوليد ابن المغيره والد خالد بن الوليد، قال لهم نحكم فينا أول داخل من باب الصفا. فكان أول من دخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا جميعا رضينا بالأمين، وكان يلقب عندهم بالأمين، قالوا رضينا بالأمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بيناتهم بحكم عدل، جاب رؤساء القبائل اللي شاركت في بناء الكعبة من قريش، ووضع ثوبا ووضعوا عليه الحجر، وقال لهم كلكم تحملوا أي واحد من طرف، فحملوا الحجر كلهم مع بعض ورفعوه، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام، ورضوا جميعا بهذا الحل. لما وضع الحجر كان العباس يعني قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فجاء رجل فناول النبي صلى الله عليه وسلم حجرا، ناولوا حجر صغير عشان يذكر به الحجر الاسود يسند به كده من جانب، فاخذه منه العباس شاله منه وادى للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الرجل، ويظهر الرجل انه من اهل نجد، فغضب قال عجبا لقوم فيهم اهل المال والرئاسه والشرف يحكموا فيهم صغيرا لهم، حكموا صغيره وليس ذا مال، وقال لئن طال بهم ليفرقنهم شذر مذر. قالوا فسمع الناس ذلك الكلام فهاجوا وكادوا ان يقتتلوا من الفتنه الداري داخله فيه، والرجل هو ابليس، وانا ما اعرف يعني الشيطان ده دائما بيعمل فهم النجد ليه؟ جاي من بعيد، عشان كده شوف دائما في الدنيا دي اعمل حسابك ان الزول جاي من بعيد، مين بيقول لك انا طبعا من اولاد كده؟ طبعا الجاي من بعيد ده بيمشي بلد ثانيه بيكون تاريخه نظيف، الناس ما تكون عارفين تاريخه شو، يمشي لليلك بدك فيهم مبلغ. ابليس دائما يظهر انه رجل جاي من بعيد، ما معروف عنه حاجه، تاريخه شنو معروف، قال من نجد. اجابك شنو ديال الناس اولاد عم وبيبنوا في الكعبه، والكعبه دي ورثوا امرها ده من جدودهم، انت دخلك شنو؟ وده يفرقكم كمان. فيا اخواننا عبر زي دي بتخليك انت تقيس وتستفيد منها في حياتك. السيره دي ما تقراها سهل، اي زول بيقرا السيره يتمعن، لانه التاريخ ده يمشي وبيرجع ثاني، والحصل للناس الزمان ده بيحصل احنا. طيب قريش بعد ذاك حصل عندهم ما يسمى ب سموا انفسهم بالحمص، الحمص، والحمص من الحماس، والحماس يعني مأخوذ من التعالي والتكبر والتشدد، فوضعوا قوانين من عندهم، قوانين جائرة في البيت، جابوها بدع من راسهم عشان يظهروا مزيتهم على الناس ويتعالوا على غيرهم، فسموا أنفسهم بالحمص
جمع أحمس، وقالوا الأحمس لا ينبغي له أولا أن يخرج من الحرم، ما بيطلع برا الحرم، عشان كده منعوا الوقوف بعرفة، مع أنه هم يعرفوا أنه دي من مناسك إبراهيم عليه السلام وكانت معروفة عندهم، والحج كان فيه أشياء كثيرة من الموجودة الآن. طبعا عرفة المنسك الوحيد برا الحرم، منى جوا الحرم اللي فيها الجمرات، ومزدلفة أبعد منا وجوا الحرم، تمام؟ وبقية المشاعر كلها جوا الحرم إلا شو؟ عرفة برا الحرم. عشان كده أنت ما يكتمل نسكك إلا تجمع بين الحل والحرم. عشان كده العمرة ما بتقدر تعملها إلا شنو؟ تهللها من برا. العمرة ما ممكن تهللها من دول الحرم، صح؟ لأنه العمرة ما فيها عرفة. عشان كده لابد تهل العمرة من الحل وتدخل بعد ذاك الحرم. طيب، فقاموا منعوا الوقوف بعرفة. وقالوا لا يحجن أحد إلا في ملابس الحمص. ما في زول يحج البيت ده يطوف البيت إلا شنو؟ إلا في ملابس قريش. ودي كانت نظرة تجارية بحتة، شغل بتاع رباطة بس. قالوا أي زول داير يجي يطوف البيت لابد يشتري ملابس من منو؟ من قريش. ورفعوا الاسعار طوال، عشان كده دي الحاجه الوحيده اللي اظنش انها من قريش نحن في البلد دي. استغلال وابتزاز، شفتها؟ دبع الحلو ناس مدين حكمه جديده، اظن حبه العريق اللي عندنا ده بس شلنا منه دي من هنا. قال محمد حامد الفقي العلامه رحمه الله تعالى: فتغالت الأسعار وتعالت. قال: وكانت هذه من صوفية قريش، بدعة بتاعتهم. قالوا ما في ذلك، قالوا حتى الرجال والنساء إذا ما لقوا إذا ما لقوا قروش اشتروا بها ملابس من قريش قالوا يحجوا عريانين، لأنه منعوهم، قالوا لهم ما لابسوا من قريش حج عريان. قال: فكانت المرأة تطوف بالبيت عريانا، تضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحبه. بالله شو بيجرام الناس دي؟ يطوفوا الناس عرايا عشان هم يبيعوا بس. ده موضوعهم كله. ها؟ بدعة وضلالة. حتى قالوا إذا زول طاف بملابسه يلقيها مباشرة بعد الطواف، ثاني وقت تتلبس فيه وقال الدعف، انتهيت من الطواف قالوا الدعف، بيسموها اللقي، بيجيبوا لك قطوة ثاني جماعة. ايوه ممكن يجيبوا عالقي ذاتها، تشتري قميصك عمر ثمان مرة فاتها. شوف الا ان هذا الجرام ممكن. عشان كده لما فسدوا في البيت، يعني ربنا سبحانه وتعالى كل ما يفسد إنسان في البيت يدعي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الفجر الكفر ديل لما فجروا في البيت وظلموا ربنا أبعدهم واستبدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. طيب، فإذا كده يا أخواننا البيت عندنا بعد ذلك بنوه قريش، بنته 18 ذراع، زادوا فيه على 9 ثاني على قواعد ابراهيم. وقالوا قريش تعاهدت ان لا تدخل مالا حراما في البيت. ما يدخلوا مال حرام. قالوا لا يدخلون فيه مال ربا، ولا مهر بغي، ولا مظلمة لاحد. 3 اشياء. لا مظلمة، ولا ربا، ولا مهر بغي. ما يدخل في قروشهم، ما يدخل الا الحلال. ووجدوا سفينه كانت يعني قادمه من الروم، من ملك الروم، والقائد بتاعها اسمه باقوم، باقوم بضم القاف، باقوم. اتحطمت السفينه في جده، وكانت اصلا شايله حطب
دايرين يعملوا بيهم كنيسة في الحبشة. فتحطمت هناك. ووجدوا نجارا قبطيا ماهرا قاعد في مكة. قالوا خلاص جينا الخشب والنجار فاشتروا الخشب من باقون ده وجابوه وادوا القبط ده ويلا بنوا. من الجانب الشمالي قصرت أموال قريش فالكعبة ما بنوها كاملة. نقصوا منها الحجر. الحجر الآن بتلقاه شكلي نصف دائرة كده. من الجانب الشمال على الركنين الشاميين. ده جزء من الكعبة أصلاً. لكن قروشهم قصرت. ما قدروا يكملوها بالحلال. قروش الحرام راغبة. لكن حقة الحلال قصرت. فخلوها على كده وسقفوا الكعبة. وبعد ذاك في زمن عبد الله بن الزبير يتماها بالمناسبة كاملة. عبد الله بن الزبير واستشار أهل العلم في زمنه. بعد ما غلبوا الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير والحجاج كان العامل بتاع عبد الملك بن مروان. فقام كلم عبد الملك بن مروان قال له يا أخي الحجاج عبد الله بن الزبير ده بنى الكعبة دي كاملة. ما بنى على قواعد قريش. نرجعها ثاني على حاله. الحجاج استأذن مروان وقال له يا اخي ابن الزبير وكلام الحجاج كان منصف. قال له ابن الزبير ده استشار العلماء وقالوا له ابنيه كده. عبد الملك بن مروان قال له نحن كلام ابن الزبير ده ما ينفع معانا. ترجعها ثاني. ثاني قسمه ورجعها. طيب الان بقى الامر صعب وفيه فتنه. ولذلك ما يقدر يعمل في اي شيء. وتكون على حالة ده لكن انت لو تفطر الكعبة لابد تطوف برا الحجر. برا. ما تطوف جوا الحجر. كده تكون طوافك ما كان. لأنه الحجر ده جزء من شنو؟ من الكعبة. طيب دي كده يا اخواننا قصة الكعبة. قضينا منها. في اسئلة هنا جاوب عليها بسرعة. قال هل جاء جبريل على هيئته الحقيقية أم تمثل على صورة بشر؟ والله أعلم لعله تمثل ولم يأتي على هيئته الحقيقية. بيقول ذكرتم يا شيخ في الدرس السابق أن خديجة رضي الله عنها أن غلام خديجة رضي الله عنها ميسر تاجر لها 40 سنة. كيف يجمع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمرها 40 سنة؟ طيب الكلام ده ذكر في كلام ميسر انه 40 سنة بيخدم في خديجة. ولعل العدد ده ما مقصود بالرقم يعني. بعض الناس احيانا يذكر عدد كناية على تضخيم الامر ودلالة على الكثرة. وما يكون قاصد الرقم في حد ذاته. او انه كان يعمل لاهل خديجة قبل ان يعمل لخديجة. ثم كمل. بهذين الاعتبارين نجمع بين القولين ولكن هو مذكور صحيح قال بيعمل لها 40 سنة. هل كانت الحية موجودة أثناء السرقة والحريق؟ الظاهر نعم كانت موجودة. ما هي الطريقة الصحيحة للاستفادة من هذا الدرس وكيفية قراءة كتب السير عموما وبارك الله فيك؟ الكيفية تستفيد من الدرس لما أنت تقرأ اللي بنشرح فيه نحن ده وبعد ذلك تعمل تعليقات على الاشياء اللي بنجيبها من برا. حاجات اللي من برا اغلب الكلام ده موجود يا اخوان. موجود يعني ممكن القط الليله ده نسبه يعني ما اغلب 30% موجود هنا. هنا ومن هنا بقوم بجمع لك انا وبحكي لك شكل قصه كده كانها حجيه وحكايه. لكن هو متفرق واثر هنا وكلمات عربيه قد تكون احيانا صعبه وكده. يلا انت بتستفيد منه لما تدون الفوائد وتقرا المتن ده صحيح وتحفظ الاسماء المواقع التواريخ. انت كده بتكون يعني المواقف دي بجد استفدت منها. جويريه بنت الحارث كانت من السبايا ولم تقع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يطلبها للزواج؟ سؤال جميل جدا. الفقهاء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتاج إلى ولي يزوجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج خاصة اللي وقعوا في السبي
اللي وقعوا فيه يعني ليس لهم أهل، أهلهم مشركين، إذا كان أهلهم مشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده خاصية إنه يزوج نفسه بنفسه، فده ذكروا في علة من العلل بتاعة القضية دي. وممكن برضو يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها من أهلها إذا أسلم، بعض النسوة تزوجوا من أهلهم إذا كانوا أهل المسلمين، أما زيدي إذا كانت من السبي أو من السرايا أو كده فدي بيأخذها ممن وقعت في نصيبه، ممن وقعت في نصيبه فوهب له ثابت بن قيس بن شماس أو شنو؟ ابن عمه. طيب آخر سؤال فاضل ثلاث دقائق. مسألة التسمية بأبي طالب أو أبو طالب ولا عبد المطلب؟ الاثنين. طيب نقول التسمية بأبي طالب إن كانت على عموم الاسم فما في مشكلة، أما إذا كانت اقتداء بأبي طالب الذي مات كافرا فلا تجوز، ما بتجوز. ولكن إذا كانت عندك زول من أهلك اسمه أبو طالب وسموك عليه فما في مشكلة. عبد المطلب دي اللي فيها كلام لأهل العلم، عبد المطلب لأنه دي عبودية لغير الله، والعبودية لغير الله ما بتجوز. فبعض الفقهاء قال ما يجوز التسمية بعبد المطلب، وبعضهم بيقول يجوز على الحكاية في الماضي، يعني لأنه ده موجود في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز على الحكاية أي فيما سبق بيجوز، أما الآن قالوا فلا يجوز. وبعضهم قال أي تعبيد لغير الله لا يجوز إلا عبد المطلب، قالوا لأنه ورد في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. دي ثلاثة أقوال في المسألة. والراجع يا أخواننا إذا كان أصلا إنسان مسمى بعبد المطلب فنجري على الحكاية، يبقى اسمه جائز على ما مضى. أما لو أنت دار تسمي فالأفضل ما تسمي إلا ما عبد لله، لأنه إحنا عبد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أي عبد لله، عبد الرحمن، عبد السميع، عبد الجليل، تمام. قال وأصدق الأسماء حارث وهمة. صلى الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى اللهم على نبينا محمد.